بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي نسجل مع بعض أول حصة هنا في حل أسئلة المعاصر في بالنسبة لمنهج أولى ثانوي. هناخد ليسن 1. أول سؤال فيه في الأسئلة اللي في بين الشرح، تمام، أسئلة في الشرح. فمثلا الأسئلة دي في صفحة 10، أول سؤال أهو بيقول لك which of the following statements is correct، عايز حاجة من دول، جملة من دول صحيحة. The number of autosomes differ according to the change of human sex. لا طبعا عدد الاوتوسوم كده كده الميل 44 44 بلس اكس واي، والفيميل 44 بلس اكس اكس، يبقى كده 44 اوتوسوم اللي هم الايه؟ ال 44 مش الميل، احنا خدنا ان الميل 44 بلس اكس واي والفيميل 44 بلس اكس اكس، دول اسمهم اوتوسوم. فالاوتوسوم في الميل زي الفيميل مع اختلاف السكس، سواء ميل او فيميل. هل اختلف ال 44؟ لا. يبقى الجمله دي لا. ذا سكس كروموزوم ار سيميلر ان ميل ان فيميل، هل هنا زي هنا؟ لا، هنا اكس اكس وهنا اكس واي، ودي غلط برضه. The genetic information، المعلومات الوراثية is present in both body cells and sex cells، المعلومات الوراثية موجودة في البادي سيل والسكس سيلز. أيوة طبعا، ما هو البادي سيلز 44 بلس اكس واي، السكس سيلز اللي هي 22 بلس اكس، يعني دي فيها دي ان اي ودي فيها دي ان اي، فأكيد فيها معلومات. فالجملة دي صحيحة. Presence of genetic information is restricted on sex cells only، هل المعلومات الوراثية موجودة في السكس سيل بس؟ لا، الجملة دي غلط طبعا. فالصحيحة هي سي. The smallest sized chromosomal pair in karyotype of human female ovum، الاوفم اللي هي بتبقى 20، تاخد نص دي 22 بلس اكس و22 بلس اكس، الاوفم بتبقى 22 بلس ايه؟ جبتها منين؟ مش الفيميل 44 بلس اكس اكس؟ بتتوزع ازاي 22 بلس اكس و22 بلس اكس اهي، فدي الاوفم. فبيقول لك بقى the smallest sized chromosomal pair in the karyotype of human female ovum is، اصغر بير في السايز هو البير ايه؟ 7 ولا 8 ولا 22 ولا 20؟ طبعا احنا عارفين الكروموسومات بترتب من الكبير من 1 لغايه 22، و23 ده لغايه 22، اصغر واحد فيهم 22 اللي هو ده، يبقى ده اصغر واحد 22. طب واحد يقول لي يا مستر طب امال 23؟ لا، ده 23 ده اللي هو كان السكس كروموزوم كان المفروض حجمه بعد 7، يعني كان المفروض حجمه يبقى رقم 8 يعني، فاهم ازاي؟ بس خلاص تمام. فاصغر واحد في الكروموسومات هو 22. ممكن تراجع الشرح عشان تفهم الجزئيه دي. شوف السؤال دوت بيقول لك which of the following represents the chromosomal structure of a cell from a normal male human liver، عايز سيل من هيومن ليفر. طيب هو ميل اولا، ثاني حاجه الليفر، الليفر انا خليها سوماتيك، يعني فيها ايه المفروض يكون 44 بلس اكس واي. ليه اكس واي؟ عشان دي ميل. طب ليه؟ قال لي ليفر لازم تكون فيها 2 ان، يعني 44 بلس اكس واي. فين بقى؟ ادي اهو 44. يبقى دلوقتي خد بالك 3 و4 ينفعوا، بس انت لو لاحظت حاجه هتلاقي دول هو ده اكس واي، يعني جمعها حاجتين مختلفتين، يبقى الاصح اجابه هتبقى رقم 3، في رقم 3 اللي هي سي. طب وانا امتى اختار دي؟ لو كانت ايه خليه بتاعت فيميل كانت هتبقى بلس اكس اكس، اتنين زي بعض، لكن دي مختلفتين يبقى اكيد دي اكس ودي واي مثلا. Which of the following represents the chromosomal structure for a normal female human ovum؟ فيميل، طيب المفروض هو طبعا المفروض الفيميل ايه 44 بلس اكس اكس، بس هو مش عايز دي وعايز الاوفم، يبقى 22 بلس اكس، تمام؟ 20 يبقى تاخد دي بلس اكس. طبعا اذا كانت دي اكس واي ودي اكس اكس يبقى كده الاكس اللون ده صح، يبقى دي اللي فيها اكس ودي واي، يبقى صح اجابه اللي هي رقم 1 22 بلس اكس اللي هي دي. طب عرفت منين يا مستر؟ عشان دي هي اكس اكس ودي اكس واي، يبقى ده الواي، يبقى اللون الغامق ده الواي ده، يبقى دي رقم 1، الاجابه بتاعت دي رقم 1 دي اهي. طيب which of the following represents the chromosomal structure for a cell from a normal female human kidney؟ هي دي بقى المفروض تكون 44 plus xx. ليه؟ عشان اول حاجه قال لي فيميل، وبعد كده قال نورمال فيميل، يعني قال لي ايه كيدني، دي خلايا سوماتيك، يبقى لازم يكون فيها 44 زائد اكس اكس، اللي هي الاجابه رقم 4 اللي هي دي، تمام. طيب which of the following statement is correct، the gene represent a code for several protein in the cell، هو الجين بيصنع بروتين معين، مش سيفرال بروتين، لا بروتين معين. ذا بروتين ريبريزنت ا كود، لا طبعا البروتين جاست ذا جين اكسبريشن اباوت اتسيلف، ولا دي نيمونيكال ريبريزنت ا كود فور وان تايب اوف بروتين. بص يعني هو صح اجابه اللي هي تقريبا سي. ليه بقى؟ الجين كود لسيفرال بروتين، لا كود فور نوع واحد من البروتين. البروتين ريبريزنت كود فور سيفرال جين، البروتين مش كود اصلا. البروتين از جاست ذا جين اكسبريشن اباوت اتسيلف، ايوه الجين لما يعبر عن نفسه صنع بروتين كده صح. يبقى هو البروتين هو تعبير للجين عن نفسه، جين اكسبريشن اباوت اتسيلف، انما الدي ان ايه بيمثل كود لوان تايب، لا الدي ان ايه بيصنع كذا كذا نوع من الدي ان، بيحتوي على الدي ان ايه بيحتوي على كذا جين، وكل جين بيعمل بروتين، يبقى كده الدي ان ايه بيعمل بروتينات كتير مش نوع واحد من البروتين. الجراف اللي قدامك بوضح تو سيل اكس واي، اكس واي خد بالك عدد الكروموسومات هنا اكتر من 40 44، ودي هنا يعني دي واحده خليه سوماتيك والثانيه
ريبرودكتيف، يعني مثلا زي ليفر او كيدني، ودي مثلا زي سبيرما او اوفم. طيب يبقى اكس هتبقى سكين وسبيرم، دي صح الاجابه دي. طب زي ما احنا قلنا ليه؟ عشان طبعا دي قرب ال 44 اهي، ماشي، قرب ال 46، ودي قرب الايه نصها يعني حاجه و20 23. ذا سيل نيوكليس اوف هيومن فيميل ستومك كونتين، السيل نيوكليس بتاعت الهيومن فيميل ستومك، الاستومك دي سوماتيك، خليها سوماتيك اللي هي سبيرم والاوفم وفيميل، يبقى المفروض تكون 44 زائد اكس اكس. سوماتيك كروموسومز اونلي، هل هي في 44 بس؟ لا. هوموزايجوس بير اوف 6 كروموسوم، تحتوي على هوموزايجوس بير، ايوه دي صحيحه، تحتوي هوموزايجوس يعني متماثل، 6 كروموسوم شبه بعض، اه طبعا اكس اكس عشان فيميل. هيتيروزايجوس بير اوف 6، هل بتحتوي على اثنين مختلفتين يعني اكس واي يعني؟ لا. 6 كروموسوم اونلي، لا، صح الاجابه هي سي، بتحتوي على زوج من ال 6 كروموسوم المتشابهين. كده احنا خلصنا الاسئله اللي في وسط الايه؟ الشرط. تعال نشوف مالتيبل تشويس. ذا برايمري فانكشن اوف ذا كروموسوم از، الوظيفه الرئيسيه للكروموسوم هي هتبقى ايه؟ ذا برايمري فانكشن اوف كروموسوم هي ستورج اوف جينيتك انفورميشن نيدد تو سبيسيفاي تريتس، هل هي بتخزن المعلومات الوراثيه؟ طبعا الكروموسوم بيحتوي على الدي ان ايه، والدي ان ايه هو اللي بيحمل المعلومات الوراثيه، فالجمله دي باين صحيحه. ريليز اوف انرجي باي بريكنج داون اوف فود، طبعا مالوش علاقه باطلاق الطاقه الكروموسوم. نقل الويست ماتيريال، لا مالوش علاقه برضه. ريلي ذا مسج دي نيرفس سيل، يبقى هو صح اجابه هي اول واحده. الكروموسومز ار كلاسيفايد انتو هومولوجس بير، ان الكروموسومات بتتمثل في ازواج هومولوجس بيرز، ازواج متشابهه فين؟ في كل البادي سيل، كل الهيومن سيل، كل السيل اوف ليفينج اورجانيزم اي وسي. بص ركز معايا، كل البادي سيلز، كل الخلايا الجسديه، الجمله دي صحيحه، كل الخلايا الجسديه بتبقى موجوده فيها في بيرز، الخلايا الجسديه اللي هي هيبقى فيها 44 زائد اكس واي مثلا او اكس اكس ايا كان يعني، او 44 زائد اكس واي، بيسموهم 23 بيرز، تمام؟ فدي صح. انما اقول هيومن سيلز، طب ما هو الهيومن سيل تشمل البادي سيلز والسكس سيلز، السكس سيلز بتكون 23 بس، مفيش بير يعني، كل واحد واقف لوحده يعني، لان دي بتشمل حاجتين، بتشمل البادي وبتشمل السكس سيلز. فالسكس سيلز الخلايا الجسديه، الخلايا التناسليه بتكون فيها ان بس، يعني بيكون فيها 23 كروموسوم بس، مش بيرز، مش موجوده في شكل ازواج، ازواج في البادي سيلز بس. ولا كل السيل بتاعت كل الكائنات؟ لا طبعا. ولا اي سي؟ طبعا اصح اجابه هي كل البادي سيلز، كل الخلايا السوماتيك يعني الجسديه. ان ذا كاريوتايب اوف هيومن، في الكاريوتايب بتاع الهيومن، ويتش اوف ذا فولوينج از كوريكت، في الهيومن الكاريوتايب اللي هو ال 44 زائد الاكس واي او الاكس اكس، الكروموسوم ار ارينجد ان ديستندنج اوردر اكوردنج تو ذير تايب، لا اكوردنج تو ذير سايز، فدي غلط. الاوتوسومز ارينجد ديستندنجلي، الاوتوسومز ارينج ديستندنج اكوردنج، دي الجمله دي صحيحه، الاوتوسومز تترسب، اي فعلا، لان دول هم الواحد 22. السكس كروموسوم هي السمولست كروموسوم ان سايز، لا طبعا، اللي هم بعد سبعه في الحجم. السكس كروموسوم بير السيمتريك اكس اكس ان ميل، لا مختلفين اكس واي، يبقى صح الاجابه اللي هي بي. الكاريوتايب بتاع الميل هيومن بيختلف عن الفيميل في ايه؟ في الكروموسوم رقم البي رقم 23، ولا الجمله دي صحيحه، ولا الكروموسوم بير رقم 7، لا مش رقم 7، ولا الكروموسوم بير سيمتري، السيمتري بتاعهم المتساوي المختلف، والله الجمله دي برضو صحيحه. يعني ايه؟ رقم 23 هنا اكس واي واكس اكس في الميل والفيميل. طيب الكروموسوم رقم 7 لا هو هو، الكروموسوم بير سيمتري، السيمتري التشابه بتاع الاكس زي واي، هنا اكس اكس زي اكس، اه لكن اكس زي واي لا طبعا، يبقى بيختلفوا برضه في السيمتري، يبقى الاجابه بتاعت ده اي وسي. طيب وات از ذا كوركت فيجر ريبريزنتنج ذا ميل هيومن كاريوتايب، دور على الميل يكون عنده كل حاجه منها اثنين هيومن كاريوتايب، يعني كل واحده يكون منها ايه؟ اثنين. طبعا دور على اكس واي، اكس واي اكس واي اكس واي، كلهم اكس واي. طيب تعال نشوف بقى ايه في مرتبينهم ازاي. هنا مثلا 7 6 5، هنشوف دلوقتي اصح اجابه هتكون انهي واحده فيهم. تعال نشوف كده من هنا، دي ايه مرتب هنا من الكبير للصغير اهو، مش عارف دول مرتبهم كده غريب، احنا عايزين اللي فيهم 23، طبعا هو الاعداد هنا غالبا متلخفنه، دي مرتب من الصغير للكبير، اللي هم مرتب من الكبير للصغير، وهنا بادئ بسبعه، هنا بادئ ب 22، هنا بادئ يا واحد يا دي يا دي يا سي يا دي. هنشوف بقى 1 2 3 1، هنا عامل كل 3 مع بعض حاجه واحده، 1 2 3 4، هو صح واحد طبعا، هي دي اللي شبه بتاعتنا اللي احنا واخدينها اهي، دي اللي هي سي. طيب if the number of autosomes in an ovum x،
in an ovum is X, the body cell contain كم كروموسوم؟ هو دلوقتي لو عندك الاوتوزوم في اوفم كانت اكس، تمام؟ طيب فالبادي سيل هتحتوي على ايه؟ المفروض تحتوي على 2 اكس بلس 2، 2 اكس بلس ايه؟ بلس 2. ده عشان تطلع الاجابه الصحيحه يعني المفروض تطلع ليه؟ لان ركز معايا، هو بيتكلم على الاوتوزوم بس، الاوتوزوم عندهم اكس، تمام؟ يبقى اكيد الاوفم دي ايه؟ رقم هنا اللي هو قال عليه اللي هو سماه اكس، زائد يا اما اكس، صح كده؟ زائد اكس، ما كده كده لازم يكون فيها اكس، والرقم ده هو سماه باكس برضه عشان نلخبطك. يعني ركز معايا، شيل الرقم ده مثلا واكتب ايه 22، لو كان عدد الاوتوزومز في الام 22، تمام؟ فاكيد الاوتوزوم دي كانت 22 زائد ايه؟ زائد اكس، صح كده؟ مش هي بيكون معاها اكس؟ طيب هو بقى ما سماش 22، قال ايه؟ اكس زائد اكس، وهي معاها اكس، يبقى تمام. البادي سيل بقى بتحتوي على ايه؟ مش البادي سيل ضعف الرقم ده؟ لو كان ده اكس ضعفه هيبقى ايه؟ المفروض ايه؟ 2 اكس زائد، بيكون معايا اكس واحده ولا 2 اكس زائد ايه؟ اكس تاني، يبقى 2 اكس زائد اكس اكس اللي هي 2 اكس زائد ايه؟ زائد 2. طبعا هي ملخفن، هو عامل لك حاجه كده تلخفنك عشان تضايقك يعني، يعني فاهم ازاي؟ حاجه تحس انك انت ملخبطه، هي انهي اكس فيهم اللي اجمعها دي ولا دي، فاهم ازاي؟ فلو عدد الاوتوزوم بيديك الرقم اللي هنا، تمام؟ If the number of chromosomes in human skin is 23 بير، عدد الكروموسومات في الهيومن سكين 23 بير اللي هم 46 يعني. طيب the number of chromosomes في السبرم كام؟ هعلمك حاجه بقى، مش هم 46، 44 زائد اكس واي يعني، اكتب كده قسمهم هيبقى 22 زائد اكس او 22 زائد واي، خد اي واحده فيهم دي. 22 زائد اكس، كم عدد الاوتوزوم؟ فين الاوتوزوم اللي هم دول؟ كام؟ 22، يبقى دي بس الاجابه بتاعت السؤال ده تبقى كام؟ 22. In karyotype of human female the pair number 23 كروموسوم، في الكاريوتايب بتاع human female البير رقم 23 طبعا اللي هو بعد 7، اللي بعد 7 يعني من 1 ل 7 اكبر منه، ومن 8 لغايه 22 هو اكبر منهم، تمام؟ فالبير رقم 23 ده اكبر من مين؟ اكبر من اول 8 لغايه 22، فين بقى؟ اي حاجه 8 او 22، 5 لا، 7 لا، من اول 8 هو اكبر من 8 لغايه 22، ليه؟ لان كل اللي قبل منه اكبر منه، تمام؟ هو كان المفروض بعد 7، ليه؟ لان من 1 ل 7 اكبر منه، بعد 7 يعني المفروض كان يبقى محطوط بعد 7 دي، فهو خلاص بقى يعني ما حطوهوش بعد 7، ما ادولوش رقم 8، بقى في 8 واحد تاني غيره يعني. طيب all the following is an evidence that the chromosomes carry the genetic information in human except، كل المعلومات دي بتقول لك ان الكروموسوم بيحمل المعلومات الوراثيه، ان النمبر في كل السوماتيك سيل از 46، كلهم 46، ولا النمبر في اتش سيل اتش 6 سيل 23، ولا النمبر از كونستانت افتر فيرتلايزيشن، ولا النمبر از ايدنتيكال ان اول سيل تايب. وعايز دليل على ان الكروموسومات بتحمل المعلومات الوراثيه في الهيومن، انه عددها 46، انه عددها في ال 6 23، ان النمبر بتاعها ثابت بعد الفيرتلايزيشن، ولا النمبر ايدنتيكال في كل السيل تايبس. دليل على ان الكروموسومات بتحمل المعلومات الوراثيه في الهيومن اكسبت ذات. بص يا جماعه، هو عددها في السوماتيك سيل 46، ما هو تمام، في ال 6 23 تمام، والنمبر بتاعها ثابت بعد الفيرتلايزيشن، ما هي بتفضل 2 تمام، لكن النمبر ايدنتيكال في كل السيل تايب، ما احنا اتفقنا لا، ان السيل تايب يا اما 6 كروموزوم يا اما اوتوزوم. ففي ال 6 كروموزوم سوري، يا اما 6 كروموزوم يا اما بادي سيل 6 سيل سوري، يا بادي سيل مش الخلايا يا اما جنسيه يا اما جسديه، هنا 23 وهنا 46، يبقى هل هو في كل الخلايا متشابهه؟ لا طبعا، ما احنا لسه قايلين السوماتيك سيل 46 وال 6 سيل 23، يبقى الجمله دي غلط، هي دي اللي غلط. وعايز جمله اكسبت، خد بالك كلهم صح ما عدا the nucleus of somatic cell and the nucleus of gamete cell in human contain all the following respectively except، خد بالك بنقارن ايه؟ الاولانيه سوماتيك والثانيه جاميت، 46 دي ني 23 دي ني، تمام. عايزين واحده غلط، 46 كروموسوم 23 كروموسوم تمام، 2 6 و22 اوتوزوم، 46 اوتوزوم و22 اوتوزوم، 46 2 6 كروموزوم اند 22 اوتوزومز، وفي حاجه ناقصه هنا ولا ايه؟ هنا دي 46 اوتوزوم، 46 اوتوزوم و22 اوتوزوم، الجمله دي كده شكلها غلط، 46 اوتوزوم زي 22 اوتوزوم دي غلط، المفروض عندنا 44 ودي 44 اوتوزوم ودي 22 اوتوزوم كده صح، فدي الجمله دي غلط. لكن دلوقتي ناقص ايه؟
الجمله دي غالبا 2 6 كروموزوم، الاولانيه فيها 2 6 كروموزوم ايوه صح، والثانيه فيها 22 اوتوزوم ايوه دي صح برضه، فدي صح، يبقى ثلاثه صح، هي الاخيره دي الغلط. ذا ريشيو بتوين نمبر اوف 6 كروموزوم، طبعا دي 6 عشان قلنا زائد اكس اكس او زائد اكس واي، فيها 2، دي 22 بس، يا اما زائد اكس يا اما زائد واي، فالاوتوزوم 22. الريشيو بين نمبر اوف 6 كروموزوم اكس ان اتش ا بوي ارم ماسل سيل اند ا جيرل ارم ماسل سيل از، طيب هو البوي ارم ماسل سيل هيبقى ايه؟ اكس واي، الماسل سيل بتاعت الفيمنا تبقى ايه؟ اكس، عشان دي خلايا جسديه. هو عايز بقى الريشيو بين نمبر اوف 6 كروموزوم الاكس هنا وهنا 1 ل 2. مش هو سأل عن الولد الاول للبنت، الولد عنده كام اكس؟ واحده، والبنت عندها كام اكس؟ 2، يبقى الريشيو هتبقى كام؟ 1 ل 2 دي. طب لو بدأ بالبنت يبقى 2 ل 1. It was clear from the two cells 1 و 2، واضح من الخليتين دول 1 و 2، طبعا هنا موجوده في بيرز، هنا موجوده سنجلز، ذات زي ار سوماتيك فور تو ديفرنت اورجانيزم، لا دي سوماتيك وريبرودكتيف، سوماتيك و 6 سيلز فور ذا سيم فور ذا سيم اورجانيزم 2 4 6 اه طبعا دي صحيحه. بي دي جمله صحيحه. ديفرنت سوماتيك سيل، لا دي مش سوماتيك، 6 سيل فور 2، لا طبعا هي صح واحده اللي هي سوماتيك سيل اند 6 سيلز. 13 هنشوفها. All the following will happen if the sequence of nucleotide in DNA molecule which expresses a certain gene is changed. لو السيكونس اتغيرت the type of resulting protein اتغير، طبعا ما هو ما دام الجين اتغير يبقى البروتين الصناعي اتغير. الاكسبريسد كاركتر تشينجز، طبعا ما دام بروتين طلع مختلف يبقى اكيد الكاركتر هتظهر مختلفه. ذا كود اوف ذا جين تشينج، الكود ما هو حته من الكود اللي هو الجين، ما انت غيرت السيكونس يبقى الكود نفسه اتغير او الترتيب بتاع الحرف اتغير. كل جينات الكاركتر تتغير في هو طبعا هو كله، مش كل جينات الكاركتر، الصفه بتاع دي بس اللي هتتغير، يبقى دي هي اللي ايه الغريبه يعني، هي دي اللي غلط. سؤال 14 ذا اوبزيت فيجر shows a pair of chromosomes in human، طبعا ده اكس واي واضح، طبعا الصغير ده واي وده اكس. In a human somatic cell examine it and answer the taller chromosome is characterized by the probability of its presence in human somatic cell with، بيقول لك التولر كروموسومز، التولر كروموسومز الكروموسوم الطويل ده الاكس is characterized by the probability of its presence in human somatic cell with، طبعا الاكس خلايا الهيومن سيلز سوماتيك سيل سواء الميل او فيمنش كلهم عندهم اكس، كلهم عندهم اكس كروموزوم يعني مفيش حاجه ما عندهاش، فطبعا 100%. ذا شورتر اوف كروموسوم از شورتر كروموسوم اللي هو الوايد از بريزنت ان اول ميل سوماتيك سيل، اول ذا ميل جاميتس، اول ذا سوماتيك سيل اند جاميت ميلز، تمام، اول ذا سوماتيك سيلز اند جاميت في ميلز، طبعا هو موجود في كل السوماتيك سيلز، هو طبعا هو موجود فين؟ كل الميلز، كل السوماتيك سيلز، طبعا هو كل اول ميل سوماتيك سيلز الواي موجوده في كل الميل سوماتيك سيلز، كل الميل جاميتس، لا ما هو في ميل جاميت ما بيكونش فيها واي، مش في 22 بلس اكس 22 بلس واي، فالجمله دي غلط. كل السوماتيك والجاميت، لا بص صح اجابه اللي هي دي، ولا كل السوماتيك والجاميت في الفيميل، لا طبعا هو موجود في كل الميل سوماتيك سيلز، دي اصح واحده تتقال فيها يعني الصراحه. صح واحده دي اللي هي دي، عشان طبعا في الجاميت ما فيهاش، ممكن يكون فيها اكس ممكن يكون فيها واي. ذا سبيرم ان هيومن ديفر فروم اتش اذر في ايه، طبعا انت عندك سبيرم 22 بلس اكس و22 بلس واي، فبيختلفوا في السكس كروموسوم، نمبر اوف كروموسوم لا واحد، سايز اوف سوماتيك كروموسومز حجم السوماتيك كروموسوم، ما فيش ما الحجم السوماتيك اللي هم 22 هم نوع السكس كروموسوم، اه طبعا هنا اكس وهنا اه دي، يبقى 15 سي، تمام. ذا سبيرم ان هيومن كاريز اول ذا فولوينج اكسبت، السبيرم في الهيومن بيحمل كل ده ما عدا ذا تول اور شورت 6 كروموزوم، كل ده ما عدا التول او الشورت 6 كروموزوم، تمام، ممكن يكون في اكس الطويل او الواي. هاف ذا نمبر اوف كروموسوم فاوند ان ذا سوماتيك، بيكون في نص العدد موجود في السوماتيك، تمام، 22 اوتوزوم، تمام. ذا بير اوف 6 كروموزوم، طبعا ما فيهوش بير، هو بيكون في واحد بس يا اكس يا واي، يبقى يكون في بير ازاي؟ يبقى دي الوحيده اللي غلط. هنروح لرقم 17. The opposite figure represents the number of chromosomes in body cell for some organism. Examine it and answer. The number of autosomes in a male sperm nucleus for organism C. Organism C طبعا عندك هو ده number of A في chromosomes. عنده 46 تقريبا، ده 46 عشان بص النص 45 دي تقريبا 46. ماشي، وعايز بقى number of autosome هيبقى ايه بقى؟ الميل سبيرم، number of autosome في الميل سبيرم هيبقى
اورجانيزم سي طبعا المفروض يكون ده 46، يعني 44 مثلا زائد اكس واي هيبقى 22 زائد اكس و22 زائد واي، صح؟ نمبر اوف اوتوزوم هيبقى 22 كروموسوم، هتبقى الاجابه دي. عرفت منين يا مستر؟ ما هو دول مش 45، اكتر من 45 بواحد، يعني 46 تقريبا. 46 يعني ايه؟ هيبقى كده 44 زائد اكس واي. طب هات السبيرم كده، يبقى 22 زائد اكس او 22 زائد واي. بيسال بقى على عدد الاوتوزوم، الاوتوزوم كام؟ 22. يبقى انا اخترت 22. نمبر اوف كروموزوم في النيوكليس بتاع السيل ذات برودوسد فروم ميوتيك ديفيجن اوف ان اوفري سيل ان اورجانيزم ايه؟ اكس مع بعض عشان السؤال ده جميل شويه. هو جايب لك دلوقتي اورجانيزم ايه اللي هو سؤال رقم 17-2 ده. طيب واحده واحده، هو جايب ايه اصلا؟ ده نمبر اوف كروموزومات عنده كام؟ مثلا 5 6 7 تقريبا 8، 8 كروموسومات تقريبا 8. نمبر اوف كروموسوم في السيل دي 8. هو عايز بقى ايه؟ عايز عدد الكروموسومات بتاعت النيوكليس ذات برودوس فروم مايوتيك ديفيجن اوف اوفري في اورجانيزم ايه؟ لما يحصل مايوتيك ديفيجن، المايوتيك بيحول الحاجه من 2n ل n، يعني بيطلعها نص العدد. فلو هي 8 هيطلع فيها نص كام؟ 4. تمام، هيطلع فيها كام؟ 4. يبقى جبت السؤال ده 2 بي. تمام، نمبر اوف كروموسوم في السيل نيوكليس برودوس فروم مايتوتيك ديفيجن، المايوتيك بيحافظ على الحاجه زي ما هي، يعني لو 2n تفضل زي ما هي 2n، اوف ا بلانت ستيم اوف اورجانيزم بي. تعال نشوف بي كده، هو بي كام دي؟ 10 مثلا، 11 12 13 14 تقريبا، قبل الواحد قبل النص بخمس، يعني 14 تقريبا، 14 ونادي 8 14. وعايز بقى دلوقتي ايه الخليه فيها ايه؟ 14. هتعمل ميتوتك يبقى هتطلع 14 برضو. يبقى لما تعمل ميتوتك بتحول الحاجه زي ما هي من 2 ان، يعني دي عددهم كام؟ 14، هتديك برضو ايه؟ 14. لان الميتوتك بيخلي الحاجه زي ما هي، 2 ان تفضل 2 ان، لكن الميوتك اللي هو الميوزس يعني بيخليها من 2 ان ل ان، بيجيب نص العدد. فهنا مثلا ما رضيتش اختار ليه 8؟ عشان ده ميوتك بيخليها تنزل النص، اما ده ميتوتك بيخليها زي ما هي. فاهم ازاي؟ فتفضل زي ما هي. If you know that the number of chromosomes in nucleus of plant stem cell is 32. لو عرفت عدد الكروموسومات في النيوكليس بتاعت بلانت ستيم، في النيوكليس بتاع بلانت ستيم سيل تخليها سوماتيك 32. نمبر اوف كروموسوم في النيوكليس بتاعت البولينج جرين كام؟ المفروض البولينج جرين بتبقى فيها نص العدد ده، تمام؟ نص العدد ده، يعني لو كانت دي 32 المفروض اختار نص العدد يبقى ايه؟ 16. تمام؟ يبقى اجابه 18 دي هتبقى 16. The opposite figure illustrates karyotype of an organism that resembles the human in sex determination. What does the karyotype represent? طبعا كاتب لك اهو، هو شبه الانسان، تمام؟ عامل لك اهو، طبعا ده اكس واي عشان عنده اكس واي. يبقى ده ميل، سوماتيك سيل في ميل، تمام؟ سوماتيك سيل في ميل، دي طبعا سوماتيك سيل في ميل. 19 تبقى اجابتها ايه؟ عرفت منين؟ عشان عنده اكس واي اهو صغيرين، تمام؟ اكس واي، واحد كبير وواحد صغير، يبقى ده سوماتيك سيل، وموجودين في بيرز، يبقى دول سوماتيك سيل مش جاميت سيلز. رقم 20. All the following are from character of human sex chromosomes pair in female. في الفيميل اللي هم ال XX يعني. طيب except that it follows chromosome number 7 في السايز، ايوه طبعا. It arranges the end of chromosome، تمام. It carries the number 20، صح. It is asymmetric. هل غير متشابهين؟ لا، asymmetric يعني غير متشابهين، غلط، ده هم asymmetric وليس asymmetric، دي اللي غلط. تمام؟ The diploid cells divided mitotically، عشان تجيب اهو لسه 2N. لما تيجي تقسم مايتوتيك تطلع ايه؟ 2 ان برضه، طلع ديبلويد. ذا بير اوف كروموسوم ذات ريبريزنت ذا سمولر وان ان سايز ان ذا هيومن كاريوتايب. اصغر بير في السايز طبعا احنا قلنا هو كام؟ 20 ايه؟ 22. قلنا اصغر حاجه. ذا بير اوف كروموسوم ذات از دايركتلي لارجر ذان ذا بير نمبر 8. اكبر من 8. ان في ميل هيومن كاريوتايب از ذا بير نمبر 7 اللي قبل منه، اي واحد قبل منه اكبر منه. وزود عليهم كمان السكس كروموزوم اللي هو اكس او واي، لان هو المفروض حجمه بعد 7، فاهم؟ ما دام بعد 7 يعني اكبر من اي حاجه جايه بعد كده. ف 9 لا، 9 ده بعده ما ينفعش، عايزين حاجه قبل 8. 7 صح 7، بس في 23، 23 اصلا حجمه، احنا عاطين 23 بس هو حجمه اكبر من 7، يعني 23 صح و7 صح، فالاجابه دي بي وسي صح. تمام؟ نروح للسؤال رقم 24. الاوبزيت فيجر بروسيس 1 اند بروسيس 2 ريبريزنت ايه؟ تعال نشوف كده. بص هنا كانت 2 ان ان، يبقى دي مايوزس، مايوزس مايوز او مايوتك، تمام؟ وهنا فيرتلايزيشن عادي، دي عمليه اتحاد، حاجه بتتحد مع حاجه، سبيرما اوفا مثلا. يبقى الاولانيه مايوتك ديفيجن وفيرتلايزيشن، مايوتك ومايوتك، مايوتك ومايوتك، ولا مايوتك ومايوتك؟ لا الاولانيه طبعا، اجابه 24 هتبقى اجابتها دي ايه.
25 if a cell passes through the following stage 2n n to n to n maybe happen to this ال 2n ال n حصل ميوزس وبعدين حصل fertilization وبعدين بقى حصل مثلا division ميتوزس بقى زي ما هو فميتوزس الاول لا ميوزس صح كده وبعدين fertilization وبعدين ميتوزس صح برافو كده تمام كده دي صح ميوزس بيقلل وبعدين عشان ان تحول تو ان اكيد ان اتحدت مع ان ثانيه زيها بس هو ما كتبهاش فدي تو ان وبعدين التو ان دي اتقسمت ميتوزس عشان فضلت زي ما هي ميتوزس وتبقى دي ميوزس ودي اتحدت مع ان ثانيه يعني ان اتحدت مع ان تمام وبعدين انقسمت ميتوزس ايفن نمبر كنا جايب لك بقى رقم 26 ايفن نمبر اوف كروموسوم از ريزلتد وين اول ذا فولوينج هابن اكسبت ذات يعني بيطلع even number يعني رقم زوجي لما بيحصل حاجه من ما عدا الديبلويد سيل ديفايدد ميتوتيكالي ال 2n هتدي 2n عادي هيطلع even number زيجوت فورميشن ال n تتحد مع n تديك 2n اثناء الزيجوت اهو فيرتلايزيشن بروسيس برضو هي n مع n يديك 2n ديبلويد سيل ديفايدد ميتوتيكال لا دي 2n ميتوتيكالي بتديك ايه يبقى كده طلعت مش even number طلعت odd number فهي دي اللي ايه اللي غلط هنروح نشوف سؤال 27 if a gene is symbolized by triangle جين بتمثل بترانجل مثلث and the chromosome by a circle chromosome بسيركل which of the following shape represent relation between the gene and the chromosome طبعا المفروض ان الكروموسوم يا جماعه الكروموسوم هو اللي بيحتوي على الدي ان ايه اللي عليه الجين الكروموسوم جوه منه ايه من جوه هنا جوه منه الدي ان ايه اللي انتوا عارفينه الدي ان بقى كل حته عليه بيسموها جين يبقى دلوقتي الجين جوه الكروموسوم فين الكروموسوم بسيركل يبقى انا اختار السيركل من بره جوه منها الجين اللي هو ترانجل تمام الجين بس بترانجل يبقى دايره الكروموسوم والترانجل ده الكروموسوم وجوه منه الايه الجين يبقى الاجابه دي اللي صح وات ار ذا سكس كروموسوم فور فيميل اند ميل هيومن الفيميل طبعا معروف ان عندها سؤال طبعا سهل جدا في وسط الاسئله الزحمه دي جه سؤال كده ان الفيميل طبعا الاكس اكس والميل اكس واي يعني ايه اللي فيها ما فيهاش اي حاجه خالص عارف السؤال ده جه ليه اصلا الفيميل اكس اكس والميل اكس واي طيب اونر اوف سكسسفول ريس هورسز هوب ذات ذا هورسز اوف سبرينج ويل بي لايك ذير بيرنت هاو داز ا يانج ريس هورس انهيرتد اتس كاركتر وعايز دلوقتي owner of successful race horses hopes that the horses offspring will be like their parents. How does a young race horse inherit its character? It inherits equally from mother and father. وبياخد 23 كروموسوم من المذر و23 من الايه من الفادر. It inherited mainly from father from mother the character transferred through its placenta. وبص هو يا جماعه بياخد 23 كروموسوم من الاب و23 كروموسوم من الام ده عن طريق السبرم. وهنا عن طريق الاوفم فبياخدهم ايكوال 23 من هنا 23 من هنا تمام تعال نشوف السؤال اللي بعد كده كده احنا خلصنا الاسئله دي مفيش اي حاجه تاني غير اسئله بقى كلاميه تمام ممكن نشوف الاسئله المقاليه لو بقى في وقت احل لكم الاسئله المقاليه ديت يعني تمام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك